طول عمري بخاف من الحب، وسيرة الحب وظلم الحب لكل أصحابه. أم كلثوم ما كانت تعرف كيف حبته، ومن همسة لقت نفسها بتحب. طبعا الأغنية الجميلة هذه من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان بليغ حمدي. ولين اليوم الناس ما تعرف ليش وكيف تحب، ليش تقع في الحب، وما زال السؤال القديم يلح على الإنسان، ما هو الحب؟ نزار قباني يعرف الحب ويقول: الحب ليس رواية شرقية بختامها يتزوج الأبطال، لكنه الإبحار دون سفينة، وشعورنا أن الوصول محال، هو أن تظل على الأصابع رعشة وعلى الشفاه المطبقات سؤال، هو أن نثور لأي شيء تافه، هو يأسنا هو شكنا القتال. شعور التيه، الاستثارة السريعة، اليأس والشك، ومقابلهم جميعا السعادة والاهتمام والثقة وغيرها من الحالات الشعورية، هل ممكن أن ننظر لها بصورتها الرومانسية المجردة علشان نفهم حقيقة الحب؟ الإنسان اليوم يحاول يفسر كل شيء بالعلم، فلذلك درس الحب من ناحية علمية واكتشف أن أحد أكبر الألغاز في السلوك البشري من فجر التاريخ اللي هو الحب يعني، يرجع بمنتهى البساطة إلى مجموعة من التغيرات الكيميائية اللي تحصل في داخل جسم الإنسان. جسم الإنسان يفرز مجموعة من المواد الكيميائية اللي تتحكم في حالته الشعورية وتحافظ على استقرارها. الارتفاع أو الانخفاض في هذه المواد بنسب معينة يؤدي إلى ظهور حالات شعورية مختلفة، منها الغضب والفرح والتوتر، ومنها أيضاً الحب. إذا تخيلنا إفرازات الجسم على شكل لوحة تحكم في طائرة، ونبغى نضبط هاللوحة على حالة الحب، شو بنسوي؟ أول شيء بنرفع مفتاح هرمون الدوبامين اللي راح يرفع تلقائياً مفاتيح السعادة والتحفيز، وبينزل مستوى الحزن في داخلنا. وبعدين لازم نرفع هرمون آخر وهو هرمون الأكسيتوسين اللي يولد حالة التعلق بالمحبوب والثقة العمياء فيه ويقلل مخاوف تجاهه. وآخر شيء بنرفع مفتاح هرمون الفاسوبريسين اللي يرفع مستويات الرغبة والانجذاب الجسدي ويخفض شعور القلق في داخلنا. والآن نقدر نقول أن طائرة الحب جاهزة للإقلاع. لكن كل رحلة فيها مطبات، صح ولا لا؟ وكذلك الحب. والغريب أن في حالة الحب ينخفض فينا هرمون السيروتونين. الحقيقة السيروتونين مش هرمون، بل ناقل عصبي، لكن عشان ما نعقد الأمور بنسميه هرمون، وهو أحد مكونات ما يعرف بهرمون السعادة. لما ينخفض يولد في الإنسان حالة شبيهة بالوسواس القهري، خصوصا في المراحل الأولى في الحب، لذلك يشك المحب في محبوبه ويتم دائما يوسوس. تعرف شو يصير لما تقع في الحب؟ تأثير الحب على مراكز السعادة في الدماغ هو اللي يخليك تطير من الفرح بمجرد أنك أنت تسمع اسم الشخص اللي تحبه، مع أنه ترى مجرد اسم، هو اللي يخليك تحس أن الدنيا بعدها بخير وبعدها تضحك لك، بس في الواقع دماغك هو اللي صار يضحك للتغيرات الهرمونية اللي قاعدة تصير في داخل الجسم. إذا طلب من أي شخص فينا أن يرسم رمز الحب، شو بيرسم؟ أكيد هذا القلب، صح ولا لا؟ لكن علماء النفس اليوم يرسمون على شكل مثلث. أول ضلع هو ضلع الشغف، وبعدين ضلع الألفة، وبعدين ضلع الالتزام. الشغف يرمز إلى الاستثارة العاطفية والنفسية للشخص الواقع في الحب، والألفة تشمل القرب والاهتمام والدعم العاطفي للإنسان اللي تحبه. أما الالتزام هو القرار اللي يتخذ الشخص عشان يرتبط بمحبة الطرف الآخر ويحافظ على استمرار هذا الحب، أو الأصح هذا المثلث. كل عنصر من هالعناصر الثلاثة ينتج من خلال إفراز الجسم نسب معينة من مواد كيميائية مختلفة. الأضلاع المتغيرة في مثلث الحب هي الشغف والالتزام، واختلافها هو اللي يميز أنواع الحب عن بعضها. يعني مثلاً في علاقة الحب بين الرجل والمرأة اللي توهم مرتبطين،
ترتفع فيها نسبة الشغف. أما في العلاقات الأسرية يقفز الالتزام إلى مستويات عالية، لكن الألفة تبقى الضلع المشترك الثابت في أي شعور إنساني بالحب. ولكن هل في دروس تعطى للحب؟ هناك كتب وروايات عن عشاق وقصص غرام كثيرة، لكن ما في كورس أو تخصص في الحب، ولذلك فإن الإنسان يتعلم كيف يحب مع مرور الوقت. الطفل الصغير مثلاً ما يقدر إن هو يلبي حاجاته الأساسية مثل الغذاء وقضاء الحاجة وتوفير لقمة العيش وغيرها، وعندما يجد هذه الأشياء عند والديه أو واحد منهما أو عند حد كبير يهتم فيه ويمنحه الشفقة والحنان والمحبة، تبدأ مهارة الحب تتسلل إلى داخله. علماء الأعصاب أثبتوا أن الحب اللي يلقاه الإنسان في طفولته يحفز إنشاء ممرات عصبية في الدماغ تعطي الإنسان القدرة أن يستجيب للعاطفة والحنان لما يكبر، يعني أن يفهم الحب ويقدر العواطف، وبالتالي يكون قادر أن يبني علاقات مستقرة وطويلة الأمد في حياته. ولذلك إذا بحثت في طفولة معظم العنيفين والمتطرفين بتلقاها خالية من الحب والعطف والحنان. التعلق المبكر بالأم أيضاً يمنح الطفل النظام الأساس لمواجهة الصعوبات في الحياة. سبحان الله، ليش؟ لأن يخلي العقل محتفظ بصورة الأم ويعطيه القدرة على استحضارها كعنصر راحة ومساندة لما يمر في مواقف صعبة. علشان شيء لين اليوم تلقى الواحد حتى يعني لما يتقدم في السن يوم شيء خوفه شو يقول؟ يقول أمي أو يمه. ومهما كبرنا تبقى الأم في مخيالنا هي الملاذ الأكثر أماناً. تقول الحكمة: يظل الرجل شاباً حتى إذا ما ماتت أمه شاخ فجأة. علماء النفس والأحياء قدروا أنهم يتوصلون إلى إجابات منطقية للآلية اللي تحرك المشاعر في مرحلة الحب، لكن ما قدروا أنهم يحصلون على إجابة قاطعة لسؤال في غاية الأهمية: ليش تتولد فينا شرارة الحب تجاه شخص معين من دون كل الأشخاص في العالم؟ الإجابة القاطعة غير موجودة حتى الآن، لكن هناك مجموعة فرضيات طرحوها بعض العلماء من الممكن جداً أنها تكون تفسير منطقي لهذا الانجذاب الأول. من ضمنها مادة كيميائية لها تأثير غريب جداً اسمها الفيرمونات. الفيرمونات هي جزيئات يتم إنتاجها في أجسام الحيوانات والحشرات، لكنها تفرز خارج الجسم علشان تؤثر على سلوك الكائنات المحيطة، ودورها الأساس هو جذب الشريك في فترة التزاوج. فكرة الفيرمونات عند الحيوانات قديمة جداً، ظهرت بداية عند قدماء الإغريق اللي اعتقدوا أن أنثى الكلب ترسل روائح معينة للذكر علشان تجذبه، وتم إثبات هذه الفكرة في عام 1959 على يد فريق ألماني بحث في سر الفيرمونات لمدة 20 سنة إلى أن اكتشف وجودها عند دودة القز، بعد ما أثبت بشكل قاطع أن أحد الجزيئات اللي تفرزها هذه الدودة جذبت الذكور. بعد هذا الاكتشاف انتقل العلماء مباشرة إلى السؤال الأهم: هل هناك فيرمونات بشرية؟ وشو عن الحب اللي ما فيه لقاء مثل حب مي زيادة وجبران خليل جبران؟ الأولى كانت في مصر والثانية كانت في أمريكا ولم يلتقيا أبداً، لكن رسائل الحب بينهما تدل على أنهما كانا في حالة عشق متعالية جداً، إلا أن هذا الحب كان مختلفاً، فلقد كان حب الكلمة وحب الأدب وحب الفكرة. اليوم في شركات تدعي أن عطورها فيها فيرمونات، فيقول لك استخدم هذا العطر وراح تجذب الطرف الآخر، لكن هل هالكلام صحيح؟ يعتقد العلماء أن الفيرمونات البشرية موجودة كون الإنسان ينتمي إلى طائفة الثدييات، وهي طائفة منتجة للروائح والفيرمونات، لكن إلى الآن ما تم إثبات وجودها بطريقة علمية منهجية. طيب هل ممكن ناخذ مواد كيميائية، حبوب أو شراب أو أي شيء علشان نحب؟
هذا البخاخ فيه محفز لهرمون الأكسيتوسين أو مثل ما يسمى هرمون الحب، اسمه أوكسي لوف. يعني ترش في أنفك كم من رشة وتقع في الحب مثل ما يقولون. تقول الشركة المصنعة لهالبخاخ بأنه يخفف التوتر والقلق كذلك، لكن بصراحة جربوا مجموعة من الشباب في فريق العمل لكنهم ما شعروا بالحب، يمكن لأن قلوبهم قاسية أصلاً. الأوكسيتوسين السحري اللي يلعب الدور الأكبر في تكوين الحب في حياتك يساهم وجوده بنسب عالية في جسمك في بناء علاقات بعيدة المدى، يتوافر فيها عنصر الالتزام اللي تكلمنا عنه في مثلث الحب. ومثل ما هناك أدوية ممكن تستخدم لتعزيز الشعور بالحب، هناك أيضاً عقاقير مضادة للحب أي بتأثيراتها الجانبية مثل أدوية الاكتئاب اللي ترفع مادة السيروتونين في الجسم فتتقلص مشاعر الحب والرغبة. لذلك ينصح دائماً بالابتعاد عن هذه الأدوية قدر المستطاع. الأدوية الحديثة عندها القدرة على التحكم في معدلات المواد الكيميائية في داخل الجسم، وهذا الشيء خلينا نظن أنها الحل الأمثل علشان نضبط مشاعرنا حسب الظروف، لكن الواقع هو أن العلماء ما يحبذون اللجوء لهذه البدائل الاصطناعية. ليش؟ لأن الهرمونات إلها خلطة في الجسم متداخلة ومعقدة، وأي اختلال في نسبها الطبيعية بيخلق أعراض جانبية عكسية وغير مرغوبة على الصحة الجسدية والنفسية للإنسان. إذن نقدر نقول أن الحب بعد لغز، لكن الإنسان قدر أن يفك بعض أسراره. والسؤال هو هل ممكن في يوم من الأيام تكون عند كل واحد منا لوحة مفاتيح يتحكم فيها بهرموناته وبالحب كذلك؟ يمكن، لكن بصراحة جمال الحب يكمن في أن يفاجئنا، يأتينا وإحنا غير متوقعين وغير مستعدين له. مش مهم أن احنا نفهم الحب، الأهم هو أن نقدر وجوده في حياتنا لأنه من مبادئ السعادة. يقول نزار قباني: الحب في الأرض بعض من تخيلنا، لو لم نجده عليها لاخترعناه. We'll be right back.